فعل فما حلول اخرى مهذه طبعا هو الحيله في ترك الحيل ببساطه. انا الفتره هذه تذكرني ب 56 معناها بالدوله الوطنيه وبدايه الاستقلال، فما تحت عنوان الدوله الوطنيه عديد معناها كل ما هو اعاده توزيع الثروه تم وقتها، حل الاحباس، الانتزاع تحت عنوان مثلا تعاضد، كل المنظومات اللي تخيلها في بالك كلها، انتزاع الأراضي بصفة مهولة صارت تحت عنوان التأمين، وأصبحت الدولة هي أكبر مالك للأراضي وأسوأ مستثمر في القطاع الزراعي. ثم الانحرافات الدستورية، لما مثلا المحكمة الإدارية ولا مجلس الدولة ما صار كان في 72 وفي الثمانينات بالنسبة لدائرة المحاسبات، نفس الشيء احنا اليوم تعطيل الهيئات الدستورية تحت مرة أخرى تحت عنوان الاستثنائي وقوانين المصادرة وإلى آخره. فهذه يدل على شيء واحد، وأنه الحاكم الفعلي هو نفسه لم يتغير بعد 56 وهو نفسه الآن، وهو صندوق النقد الدولي وبنك الدولي. أنا كان عندي شوية ريبة، قلت ربما السيد رئيس الحكومة باعتباره شاب وقرأ يظهر فيه في المنزل ولا وين، بحيث يمكن قريبنا طلع الراجل FME على طول في الحوار متاعه. فسمعناه معناه أنا كخبير محاسب نتحدث معاك كفني، بحيث الحلول مسقطة، جاي من دوفيل، جاي من دافوس، ما عنده حتى علاقة بالخصوصية التونسية وبالواقع التونسي، والاستثنائي هذا لخدمة الغير. ما قلت بصراحة تحكي سعياده كأنه عنا أونالو شواء، ما عارفش المواطن. أنا نمشي أكثر مع سينابيل، لا عنا شواء بيصير عنا شواء، الفلوس موجودة في تونس. وقت نشوف قانون مالية قلتها ونعاود نقولها، ومش كان أنا، الناس كل قالوها، الفلوس موجودة في البلاد، الخواص أقوى من الدولة. لما تقول 50% من الاقتصاد عند الخواص ولا عند النظام الموازي، معناها عندك أشخاص أقوى من الدولة تنفقوا على رواحنا. أنت تحب تفرط ما هو للدولة لمبرطلة، ماش مش نقبلوا لك رأو الكلام هذايا، لخاطر احنا سليلين متاع الدولة الوطنية متاع مقاومين، متاع ناس هزت سلاح ضد فرنسا الاحتراسية. أنا مش أقولها بطريقة أوضح من سينابيل، فساد الدولة يقع تكريسه عبر القوانين هذه متاع اللزمات مثلا. ومعنا سيد ناب محترم ونعرفه اللي هو معتدل، حتى وكانوا من الجبهة نعرفه ويقفوا أنه يمكن الوسط. أنا سمحني سي منجي هكا راه فيك معتدل بالحق، ماكش رافض ماكش قطعي، دخلت حتى في مجابهة مع في الطيف متاعك في الموضوع هذا، ورغم ذلك قال هذا ممكن مش معقول. راهو مش عندك مثل برافي ليه جوست توضيح، مش عندك مثل في الخوصة في الخوصة باش تفهم الانحرافات التشريعية اش صار في تاريخ تونس. المؤسسات العمومية تحدث، المنشآت العمومية تحدث بقانون، جاء بن علي بدلها، أصبحت الحل بأمر، في حين وأنه المفروض توازي الإجراءات كما تحدثت بقانون تتحل بقانون. هو رد تحل بأمر باش باع على كيف، باع لنسابه، باع ناس لتوا يحكموا في البلاد، فما حتى الناس كل دافع عليهم، وهذا مش معقول. ما ينجمش يقبلوا المواطن التونسي. القانون المالية كذلك مشى في حيف معناه كبير، اولا ساعة الى متى تحب التفاصيل في التفاصيل، اما الى متى وانه تعالج المشاكل بالكفاليه بيدجيتير باجراءات مسقطه. اليوم احنا اخصائيين ما عادش نفهموها الماليه، وبدون استشاره لا اللجنه الوطنيه نتاعو للجبايه، كله ضغط على الناس اللي تخلص. هل معقول هذا اللي خلص نزيد نقتله، واللي ماهوش قاعد يخلص حتى اجراء باش نلم الفلوس، وبعد تقول يا ما عندناش فلوس ونبيعوا البلاد، مش معقول.